الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك غدا بإذن الله، والنهاردة يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وكل عام وأنتم بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة عن إزاي أنتج طائر أو طيور الروز اللاتيني. سبق أن أنا عملت فيديوهات عن إزاي أنتج الألبينو بأسهل طريقة، وإزاي أنتج الأوبلاين ريد بأسهل الطريقة. النهاردة اللي ما يعرفش الفرق بين اللاتيني أوبلاين ريد واللاتيني العادي اللي أمامكم، ده لاتيني عادي زي ما انتم شايفين، وانا عملت فيديوهات ازاي تفرق بين اللاتيني العادي والاوبلاين. طبعا بيختلفوا مع بعض في السعر والشكل. ملاحظين اللاتيني العادي بيكون الحمار مفيش في رقبته اللون الاحمر، لكن اللي هو اللاتيني الاوبلاين بيكون رقبته كلها حمراء. وانا الفيديو السابق تقريبا كان عن اللاتيني اوبلاين ريد ازاي تنتجه، ممكن ترجع للفيديو ده عشان تعرف الفرق بين ده وده. طبعا فرق شاسع بين السعر ده والسعر ده. السعر ده بيكون في حدود مثلا 350-400 للزغاليل الصغيرة، لكن ده الكاب يوصل ل 700 جنيه الزغاليل الصغيرة، والجوز الكبير بيوصل ل 1200. ده الجوز الكبير يعني من ما يكون سعره شادد شوية يوصل ل 500 جنيه، ففرق طبعا شاسع بين ده وده عشان حتة الرقبة اللي فيه، والديل هناك بيكون احمر. هسيب لكم برضو الرابط اسفل الوصف او في الاي هيطلع لكم، او شاشة النهاية هيطلع لكم ايه اللي هي الفيديوهات الفرق. طب ايه اسهل طريقة؟ نرجع برضو الصفة دي مرتبطة بالجنس، الصفة دي مرتبطة بالجنس زي الاوبلاين ريد وزي الالبينو وزي الكريم اينو. دي برضو صفات كلها مرتبطة بالجنس. طيب الصفة المرتبطة بالجنس زي ما انا علمتكم في الفيديوهات السابقة ان هي الذكر لما يكون هو اللي عليه الصفة هيورثها للابناء، يعني تطلع لهم الصفة ظاهرة، لكن الام بتورث الذكور فقط ما تورثش ايه للناس. يعني ما ينفعش ان انا اقول ايه ده نتاية اسبليت لاتيني، لا الكلام ده غلط، ما ينفعش. الذكر بس هو اللي بيكون اسبليت في الصفة المرتبطة بالجنس. يبقى دلوقتي اسهل برضو زي ما كنا بنقول في الفيديوهات السابقة، اسهل طريقة للانتاج ان انا اجيب جوز جاهز زي كده ذكر وانثى واجوزهم لبعض، هيطلع كل الانتاج بتاع ايه لاتيني. طب ممكن تطلع حاجه تاني في النص، ممكن زي برضو ما قلت لكم في الفيديو السابق، ممكن لو كانت ذكر حامل صفه اخرى ممكن يروح يطلع النتايه اي لون اخر هيطلع غير اللي هو اللاتيني ده. يبقى الذكر ده اسبليت كان حامل لصفه معينه اللي هتطلع، واللي تطلع منه لونها مختلف. اذا كان مثلا طلع عندك البينو او اخضر او ازرق او يعني ده بيكون ايه الاب اسبليت للصفه دي فحاملها، فممكن ايه تلاقي انت ايه الجوز ده ما شاء الله تبارك الله ممكن يروح تلاقين انتج لك ايه في العش البينو مثلا، لان الذكر بيبقى سبليت البينو. طب ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية انك انت تجيب ذكر زي ما انتم شايفينه اللي هو الاصفر حالا يظهر في الصورة. تجيب ذكر اهو ابتدى يظهر ذكر اصفر، تجوزه ليه نتاية مثلا اي لون، اي لون سواء كان زي اللون دوه او مثلا اخضر او اصفر اي لون، يعني يعني ما ترتبطش بلون. وجوزت الذكر دوه، انا مجوز الذكر دوه الاصفر لاتيني للنتايه دي اللي هي ايه اللي انتوا شايفينها قدامكم. ولو كان اخضر عادي برضو، كان في عندي اجواز كنت مجوز اصفر لاخضر عادي مفيش مشاكل. طب هيطلع في الانتاج لاتيني من اول عش، هيطلع في الانتاج لاتيني من اول عش. طبعا اللي حضر الفيديوهات السابقه هيفهم ايه العمليه، ان الذكر دوه
هيطلع في اللي هيطلعوا لاتيني اصفر عن حمرة زي كده زي ابوه، هيبقى اناس. تعرف انك انت ايه ده اناس، دي تاني طريقة. هيطلع اناس تاخد الانثى وتكبرها وتروح متجوزها لابوها، يبقى انت عندك ايه جوز لاتيني اب وام. دي اللي هي الطريقة التانية، ارخص شوية من الطريقة الاولانية، لانك انت هتحتاج دقة لاتيني والنتاية بتكون اي لون، اللون الالوان اللي هي اللي بتبقى اخضر بتبقى يعني سعرها اقل في السعر، تقريبا ممكن نقول ان هي ايه بتقل النص مثلا عن اللاتيني في السعر. طيب الطريقة التالتة بقى زي ما انا برضو في الفيديوهات السابقة شارح، الطريقة التالتة لو الذكر هو اللون الاخضر او الازرق والنتاية هي الصفرة، انت ملقتش كورة صفرة وحظك انك انت جبت جوز وطلع اللي هو النتاية هي الصفرة اللاتيني، والذكر مثلا اللون التاني ده هو التركواز او الاخضر او مثلا اي لون تاني انت جبته مثلا، فهيبقى النتايج هي ايه الصفرة. هيطلع ايه بقى في الانتاج زي ما انتوا عارفين طبعا من الفيديو السابق، ان هيطلع في الانتاج هيطلع كله اللون اللي هو ايه اللون الغامق دايما بيسود على الافتح منه، فهيطلع الانتاج كله ايه زي لون الام كده، او اذا كان اخضر هيطلع كل الانتاج اخضر، بس انت ايه هتنجي الذكر، الذكوره بتبقى ايه زبلت ايه لاتيني، الذكر هيبقى زبلت ايه لاتيني، هيبقى حامل صفه اللاتيني، هتنجي ذكر كبير وهتروح مجوز لامه، او مثلا لو حبيت تجوز جوز لبعضه ذكر وناس هيطلعوا لك لاتيني في العشرين، ذكر هيبقى زبلت، لكن انت لو كبرت ذكر وحطيته للنتاية هيبقى ايه هيطلع لك في العش ايه جوزت الذكر يعني لابوه لامه، فهيطلع لك في العش ذكور والناس ايه لاتيني، لكن في الاول كان بيطلع ايه كان لو الذكر هو الاصفر هيطلع اناث، لكن ده في التانية لو احنا عكسنا هيطلع لنا ايه ذكور واناث لاتيني. في العش هتنجي جوز انت وتجوزه يا تنجي الذكر وتجوز لامه زي ما انا قلت لكم، او ممكن لو جوزت جوز لبعضه يطلع لك لاتيني لانك انت عارف الذكر زبيلة لاتيني. طيب هل في طريقة تاني؟ في طريقة تاني، لو انت مثلا نفترض انك انت عندك جوز زي كده الذكر اللي هو الازرق بس زبلت طالع زبلت يا لاتيني يعني حامل صفة اللاتيني والنتائج البينو، تفاجأ انت انك انت طلع عندك ايه فرد مثلا اصفر، تقول مثلا ايه افترض ان هو اللي انا ماسكه في ايدي دوت انه ذكر بس زبلت وجوزته لان اي نتاعة عادية مثلا، ممكن تلاقي خدت بالك بالصدفة راح طلع لك فرد مثلا لاتيني، تقول ايه ده، طب يعني الاب والام مش لاتيني خالص ازاي طلع في العش لاتيني؟ ليه؟ لان هتلاقي الذكر ده اللي انا ماسكه في ايدي زبلت، ذكر زبلت حامل صفه اللاتيني، امه لاتيني بقى، هنقول ايه؟ امه لاتيني، ام الذكر ده لاتيني، فلما تكون امه لاتيني هبيطلع لي. طب هل لو انت عندك مثلا جوز البينو زي كده ذكر وانثى برضه هل يطلع لك برضه؟ ممكن تلاقي انت بالصدفه تقول يا رب ده انا جايب جوز ذكر ونتايه البينو، ازاي مثلا ازاي الذكر والنتايه البينو يرمي في العش اصفر؟ ليه؟ لان انت هتلاقي ان ام ذكر فيهم، فهيكون طبعا ان الذكر دو امه كانت لاتيني فعشان كده طلع في العش مثلا ايه فرد، عشان كده دايما نقول ايه ما لم يحمل صفات اخرى، يعني مثلا نقول لك جوز البينو هيطلع البينو ما لم يكن الذكر حامل ليه صفات اخرى في دمه يعني، فممكن بيطلع بايه
الصدفة. تقريبا دي كل الطرق لإنتاج اللاتيني وبلاين اللاتيني العادي. برضو ارجع للفيديوهات السابقة وارجعوا انا عامل سلسلة متكاملة عن ازاي انتج الصفة السائدة والصفة المتنحية والصفة المرتبطة بالجنس، وعامل كمان تصنيفات واشكال الرز على القناة وجميع طفراته وجميع اشكاله، وعامل برضو ازاي انتج اللاتيني وبلاين وازاي انتج الالبينو اللي قدامكم في الصورة. وهكمل باذن الله في السلسلة كلها لغاية ما اي واحد يخش باذن الله على القناة ويكون هاوي باذن الله يطلع محترف في تربية الطيور، ويكون عنده دراية ازاي ينتج هذه الصفات الوراثية. ولا تنسونا بالاشتراك في القناة ودعمونا بشير ولايك، ويا جماعة كل اللي بيتفرج علينا حط اللايك، ان اللايك ده مهم جدا في رفع القناة ورفع الفيديو في البحث. ونترككم في رعاية الله وامنه، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.